والله يا اخوان يوم من الايام عرضني واحد باكستاني بكلمه قلت له كيف حال صديق؟ تمام؟ قال لي تمام داخل جنه بس. والله موعظه يا اخوان مختصره. قال لي تمام وين؟ تمام في الجنه. تبي الدنيا ما فيها لا مرض ولا ضيقه خلق ولا ضغط ولا سكر ولا حر ولا برد ولا كميزه. ما يصير ابدا هذه الدنيا هذا حال الدنيا. الدنيا انما الدنيا بلاء. ليس في الدنيا ثبوت. انما الدنيا كبيت نسجت العنكبوت. يوم لك ويوم عليك ويوم مساء ويوم مسر ويوم حلوه ويوم مره. نعيش هكذا. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يعطينا قاعده عظيمه فيقول عجبا لامر المؤمن ان امره خير ان امره كله له خير وليس ذلك الا للمؤمن. شوف الميزان هذا قيس على نفسك انت كذلك ولا لا. قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك الا للمؤمن. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وما يدريك قد يصيبك الله بالشيء من الضيق حتى تلجأ إلى الله. يقول ابن القيم رحمه الله يصيب الله عبده حتى يعلمه كيف يلجأ إليه. إذا ما أصابك شيء من النقص ما تقول يا رب. هذا معلوم. جرب هذا كم مرة مر معك الظرف يا أخي. والله مرات أنا أذكر كنت أدرس يوم كنت طالب. مرات ما أنت بحق نفسي إلا البنزين ينقطع معي زوجتي معي طفلين. أقعد أقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. كل ما شفت ليت من بعيد أقول يا رب عسى ما توقف ليل ومعي زوجتي يا رب. ليه عبيت بنزين خلاص ما عاد اقول يا رب صب القهوه صب الشاي صح رب العالمين له حكمه